وفي أخبارنا الدولية، أعلنت مصادر أمنية عن الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 13 من الأسرى الإسرائيليين وسبعة أجانب خارج إطار الاتفاق. وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، وأن هناك تجاوزات من الاحتلال في تطبيق اتفاق الهدنة المؤقتة تشمل عدم الالتزام بمعايير الأسماء التي نصت على الأقدمية. وأضافت المصادر أن التجاوزات تشمل عدم دخول شاحنات المساعدات بالكميات المتفق عليها لشمالي القطاع، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وقتل 2 منهم وإصابة العشرات. ولمتابعة التطورات في صفقة تبادل الأسرى وإيصال المساعدات، كذلك آخر الأحداث في الضفة الغربية، ينضم معنا عبر الهاتف مراسل تلفزيون دولة الكويت من رام الله فالح نصير. فالح، فالح مرحبا بك، ما الأوضاع لديك في الضفة الغربية وخاصة في مدينة جنين؟ نعم، بالفعل هناك شهيدان في مدينة جنين وسبعة إصابات جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة وحاصرت مستشفيين هناك وفتحت نيران أسلحتها بشكل كثيف إلى المواطنين، ما أدى لاستشهاد شابين وإصابة 7 بينهم مصابون في حالة خطيرة. وقبل قليل استشهد أيضا شاب فلسطيني في مدينة البيرة إلى جانب مدينة رام الله برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أيضا إصابة خطيرة لشاب فلسطيني في بلدة دورة بالخليل جنوب الضفة الغربية. حالة من الاحتقان والتوتر تخيم على الضفة الغربية بشكل عام في ظل عمليات القتل وسفك الدماء اليومية جراء الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتبع سياسة القبضة الحديدية إزاء أهالي الضفة الغربية، في ظل حملات الاعتقالات أيضا اليومية واقتحام المدن والقرى الفلسطينية سجن يومية. نعم فالح، بعد تأجيلها كيف تسير صفقة تبادل الأسرى والرهائن، وأيضا إلى أي مدى يمكن أن تصمد هذه الهدنة المؤقتة وسط عدم الالتزام الاحتلال بهذا الاتفاق؟ في اليوم الثاني لهذه الهدنة الإنسانية كان من المفترض أن تتم الصفقة قبل ساعات معدودة، لكن الاحتلال الإسرائيلي وجراء تلاعبه بشروط هذه الصفقة وعدم التزامه بها تم تأجيل الصفقة من قبل المقاومة الفلسطينية التي رفضت الخضوع لشروط الاحتلال الإسرائيلي بعد أن تلاعب بأسماء الأسرى المفرج عنهم، وأحد الشروط هو الإفراج عن الأسرى حسب الأقدمية في هذه الصفقة لتدخل هناك وساطات واتصالات، وبعد مفاوضات مضنية ستتم الصفقة بعد قليل، حيث جرى الإفراج قبل قليل من قبل المقاومة الفلسطينية عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وعددهم 8 أطفال وخمس نساء بالإضافة إلى 7 أجانب أفرجت عنهم المقاومة كبادرة حسن نية وهم غير مشمولين في هذه الصفقة. وبعد قليل من المفترض أن يطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح الأسرى الفلسطينيين وهم 33 طفلا و 5 نساء، سيتم نقلهم إلى سجن أوفر غرب مدينة رام الله وسيتم إطلاق سراحهم من هناك، وهذه هي الدفعة الثانية، ومن المفترض أن يكون هناك 3 دفعات متوالية ومتتالية خلال الأيام الثلاث المقبلة، انتظار لمدة ساعات جراء تعثر المفاوضات ودخول الوساطات، إلا أنها نجحت الوساطات وتنازل الاحتلال الإسرائيلي أمام شروط المقاومة التي دعت إلى الالتزام بشروط الصفقة من حيث عدد الأسرى والأسماء والأقدمية، وكذلك الالتزام بإدخال المعونات الطبية والغذائية والوقود إلى شمال قطاع غزة. وقد أذعن الاحتلال الإسرائيلي لهذه الشروط وسترى هذه الصفقة نور ربما بعد ساعة من الآن. نحن نتواجد عند سجن أوفر غرب مدينة رام الله بانتظار أن يتم إطلاق سراح الأسرى، حيث إن هذه الصفقات على مدار الأيام الخمسة، أي يومين
اليوم وأمس وثلاثة أيام مقبلة هي ستكون مشمولة للأطفال. فلح هذا بالنسبة لصفقة الأسرى، ولكن ماذا عن إيصال المساعدات إلى غزة وخاصة إلى شمالها؟ بالفعل تنازل الاحتلال عن شرطه ورفضه إدخال هذه المساعدات لشمال قطاع غزة، وعاد وسمح بإدخالها اليوم أو قبل قليل بالذات، ويعني هناك توالي لإدخال هذه المساعدات وهذه الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية وكذلك الوقود على مدار الثلاثة أيام المقبلة، وهو شرط من قبل المقاومة الفلسطينية ووفق الضامنين والمشرفين والوساطات على هذه الصفقة، فإن على الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بها لتتم شروط الصفقة ويتم تنفيذ هذه الصفقات على مدار الأيام المقبلة، حيث من الممكن أن تنجح أيضا هذه الوساطات في تمديد هذه الهدنة والخوض في صفقات أخرى بعد أن أعلنت المقاومة أنها مستعدة لإبرام صفقات جزئية أو صفقة كلية ينتج عنها تبييض كافة السجون من المعتقلين الفلسطينيين من مختلف الأعمار ومن مختلف الأحكام. ومن المتوقع أن هذه التهدئة أن تمتد لأكثر من خمسة أيام إذا ما نجحت الوساطات والاتصالات القطرية والمصرية والأمريكية بإنجاح هذه التهدئة وتمديدها أو الخوض بصفقة كبيرة تنهي أو تخرج كافة الأسرى الفلسطينيين من السجون وتسلم أيضا المقاومة كافة الأسرى الإسرائيليين للاحتلال الإسرائيلي، حيث أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم تدخل من خلال اتصاله بقطر للضغط لإنجاح هذه الصفقة التي كادت أن تتعثر حتى الساعات الأخيرة بسبب تلاعب الاحتلال وعدم التزامه بشروط هذه الصفقة. ربما خلال الأيام المقبلة ستتم صفقات أخرى، هناك حالة من الفرح الممزوج بالحزن لدى الشارع الفلسطيني، الفرح جراء نجاح المقاومة بالضغط على الاحتلال وبإلزامه بإطلاق السراح ضمن شروط سراح الأسرى ضمن شروط المقاومة، والحزن على عدد الشهداء الكبير في قطاع غزة في ظل آلة الدمار والقتلى الإسرائيلية. نعم، فالح نصير فالح من رام الله مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح، وأيدكم الله بنصره وحفظكم من كل مكروه.